عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. نتمنى أن تكون الناس الكل بخير. باهي، من غير مقدمات وندخل طول طول للدورة متاعنا. باهي، من العنوان متاع الفيديو باين أنه باش تكون الدورة متاعنا دورة الأنجولر، واضح؟ يعني الدورة متاعنا كلها باين من الكورس من برا العنوان متاعه باش يكون كورس الأنجولر. الفيديو هذا باش نخصصه فقط أني باش نحكي على الأنجولر. باهي، قبل كل شيء، قبل ما ندخل نحكي، أنه توضيح بسيط، انه باش نتكلم باللغه العربيه، باش نحاول نتجنب اللهجه التونسيه، لانه فما برشا، كما كلمه برشا كما هكا، فما العديد من الدول العربيه قاعدين يتابعوا فينا واللهجه التونسيه ماهيش مفهومه، وكيف كيف الفرنسي ما يفهموش الفرنسي. اكثريتنا خد تعرفوا شمال غرب افريقيا فقط هم اللي يتكلموا باللغه الفرنسيه. على ذاك باش نتجنب اي كلمه بالفرنسي، وكيف كيف اي كلمه تكون صعيبه هكا بالتونسي وكل شيء باش نتجنبها. به توضيح بسيط هذا وكاو به. الفيديو هذا باش نخصصه فقط باش نحكي على الانجولر، باش نحكي على قصة الانجولر، وشنو مشعول الانجولر، وعلى جاء انجولر، وشنو نستعملوه، وشنو الغرض منه، وشنو المشاكل اللي كنا نتعرضوا لها قبل في بناء المواقع اللي خلات انه نوصلوا نصنعوا الانجولر. به، اول حاجة فما صورة معروفة ياسر، خليني نوريهاكم الصورة هذه. هي بون مش معروفة الصورة هذه، جبتها من جوجل لما حالة باش نفسر بها الانجل. به، قبل احنا قبل ما نحكي على الصورة هذه، قبل كنا نخدمو بيور، كنحبو نصنعو موقع، شنو نعمل؟ اول حاجة عنا فرونت اند وباك اند، عنا اللغات، عنا اللغة الرسمية متاعنا اللي بنيو بها الهيكل متاع الموقع اللي هي شنو، اللي هي هاش تي ام ال، وعنا سي اس اس اللي هي خاصة بالستايل متاع الصفحة، وعنا الجافا سكريبت نستعملوها باش نخليو البيج تكون دايناميك، وبعديك نستعملوا لغة أخرى اللي هي كيما البي اتش بي اللي باش تاخد منها في الباك اند، اللي هي اللي باش تتواصل مع قواعد البيانات. اوكي، اللي هي نبرمجوا بها الموقع، نبرمجوا بها الموقع من داخل كيفاش لازم يشتغل. الكود اللي ما تنجمش تشوفه، يعني الفيزيتور الزوار اللي يدخل الموقع فقط ما ينجموا كان يشوفوا كان هاش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت، ما ينجموش يشوفوا الكود نتاع البي اتش بي اللي هو اللي يشتغل في الباك اند من تالي من الخلف معناه، ويتواصل مع قواعد البيانات. به، الاشكال اللي كنا قبل، كي كنا قبل نخدمو بيور، كنا قبل انو نعملو فولدر، نعملو فولدر مثلا في سطح المكتب كذا، كي تعملو في سطح المكتب عندك في الديسكتوب ولا في اي مكان وكليك، وبعديك المشروع متاعك تجي تقسمه، تقسمه فولدر سي اس اس وفولدر جافا سكريبت وفولدر بي اتش بي وفولدر فولدر يكون فيه ملفات البي اتش بي وفولدر يكون فيه وملفات الهاش تي ام ال، وتشتغل وعادي ما فما حتى مشكل. لكن كانت الطريقة هذيك تلقى صعوبة كبيرة برشا انك باش تتعامل ما بين الصفحات، كانت تاخد برشا وقت انك باش تقسم الصفحات هذيك، كانت تاخد برشا وقت، وانك ساعات تلاحظ ان الكود قاعد يتعاود. مثلا انت مبرمج الصفحة متاع الاندكس، الصفحة هذه مثلا متاع الاندكس هذه اندكس دوت اتش تي ام ال، وكيف كيف عندك الصفحة هذه كورس ولا كونتاكت بيج، الصفحة هذه تلقى الكود اللي كتبه في الاندكس دوت اتش تي ام ال نفس الكود هو بيدو باش تعاوده في الاندكس. يعني النيف بار هذه مثلا، النيف بار هذه مش فيكسد، شوف حتى كي نكليك مثلا انا تو في الاندكس في الهوم بيج هكا، ولا كي باش نكليك هنا في الكونتاكت، شوف النيف بار هذا فيكسد. لكن كي كنا قبل هذا هكا، كي كنا قبل نشتغلوا بالطريقه البيور هذيك انه اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وبي اتش بي وغيره، كنا الوقت هذاك الهاش تي ام ال الصفحه الكل نعاودوها، واضح؟ يعني النيف بار نعاودوه نحطوه نفسه في نفس اللي حطيناه في النيف بار هذا، اللي حطيناه في الاندكس دوت اتش تي ام ال هو بيدو باش نحطوه في الكونتاكت دوت اتش تي ام ال، كيف كيف في اللوجن هو بيدو في الريجستر وفي الكورس نقعدوا نعاودوا في الكود، يعني تاخذ لنا برشا وقت في الكتابه، واضح؟ الانجولر جات نقصت علينا الحاجه هذه. قبل ما نحكي على الانجولر خلينا نكمل نحكي على المشاكل اللي كانت تصير لنا قبل. كانت عندنا كما قلنا اول مشكل، كانت عندنا صعوبه في ان الكود ياخذ لنا برشا وقت باش نقعدوا نبرمجوا في الموقع متاعنا، يعني باش نصنعوا الموقع متاعنا ياخذ برشا وقت. كيف كيف فما مشكل اخر، انه قبل كي كنا نشتغلوا بيور وكل شيء كانت عندنا مشاكل انه كي باش نجي نتحركوا ما بين الصفحات. باهي، تذكير بسيط على كل اللي كنا عايشين قبل، تفكروا الفيسبوك قبل وقت كنا نستعملوا زيرو فيسبوك دوت كوم، زيرو فيسبوك دوت كوم، وقت كنت تتصل بالسيرفيس نتاع اللي عامل عندها البيس نتاعك، وتتكلمهم بالتليفون وكل شيء، يبعثوك الميساج تصبه في وسط التليفون نتاعك، وبعديك باش تولي الانترنت تخدم عندك في التليفون وتخدم الفيسبوك، بعديك تخدم فيسبوك يجيك زيرو فيسبوك دوت كوم هكا، ولا
كي يجيك مثلا ميساج في زيرو فيسبوك دوت كوم، الميساج ما يوصلكش بالوقت الا ما تعمل ردود البيش، يعني انت تتكلم في صاحبك قيس ولا اميره ولا ياسمين ولا اللي هو، فهمتني؟ كي يرجع ليك قيس الميساج وكل شيء، الميساج ما يتشوفوش بالوقت الا ما تعمل ردود البيش. كانت المشكل هذيك، كانت المشكل هذيك كيف كيف موجوده، انه ما تنجم الصفحه ماهيش دايناميك، ماهيش ريال تايم تشوفها قدامك هكا تتحرك الصفحه وكل شيء وتتفاعل الصفحه معاها، معناها يجيك ميساج يطلع لك قدام عينيك بالوقت، معناها مش كيما توا الفيسبوك مثلا، الابليكاسيون بتاع الفيسبوك كي تجيك نوتيفيكيشن مثلا على الفيسبوك بالوقت تجيك هكا البادج هذاك بالاحمر من فوق تطلع لك بالاحمر. قبل لا كنا نعمل ردود البيج، كيف كيف زاد كنا نجي نصنع في المواقع قبل، كيف كيف انه كنت تحب تبرمج موقع متاع تشات، ولا يبدا عندك مثلا تابلو قدام لك كي متاع يوزرز، اوكي، وتجي تعمل اد مثلا اليوزر وكليك يضاف اليوزر هذاك، لكن لازمك تعمل ردود البيج. طبعا اليوزر كي باش يضاف هذاك باش يضاف في قواعد البيانات، باش تتصل بقواعد البيانات وكل شيء، بعد ما يضاف في قاعدة البيانات وكل شيء لازمك تعمل ردود البيج كيما هكا، تعمل ردود البيج كيما هكا، ولا في وسط الكود تنجم تعملها بعد ما يعمل اد وكل شيء، يسوفي عمل اد لك اليوزر هذاك يعمل ردود البيج وحده اوتوماتيك، واضح؟ كانت المشاكل هذه تعرضنا حتى ايش اللي تخلى علينا الاجاكس. الاجاكس اللي هي اسينكرونايز جافا سكريبت اند اكس ام ال، باش ينجم يحل لنا المشكله هذيك الاجاكس، انه قال لك اللايبراري معروفه ياسر هذه نتاع الاجاكس، في عوض انك ما انت تشتغل بالجافا سكريبت، الموقع نتاعك متكون من الاتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وبي اتش بي، ما نحبش نحكي على البي اتش بي لانه باك اند، خليكم من البي اتش بي، اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. كي تجي مثلا باش تضيف يوزر جديد مثلا، ولا باش تضيف ستودنت جديد، ولا باش تضيف برودكت جديد، ولا اي حاجه، باش تتصل بقواعد البيانات هكا ولا، طبعا خلينا نذكر حكايه البي اتش بي زاده معاهم خاطر ما دامش تتصل بقواعد البيانات. كي باش تضيف ستودنت هذاك جديد ولا برودكت هذاك جديد، يتصل يبعثها طول للباك اند ويضيفها لك بالوقت في التيبل عندك، مثلا ريت الكورس هذايا نعمل اد للكورس جديد مثلا من غير ما نعمل ردود البيج، نعمل اد كما هكا دون ما يضاف اليوزر البرودكت هذاك جديد، الكورس هذاك جديد يضاف وكليك يهبط بالوقت قدامي لهنا، واضح؟ ولا تعمل كومنت ولا اي حاجه، مثلا كان تفتح اليوتيوب انت اي فيديو جورج باسوف مثلا، شوف مع بعضنا، شوف هذه المشاكل اللي كانت تعرضنا قبل. مثلا اليوتيوب كي تجي تكليك اي حاجه شوفها باش نكتب هكا وباش نعمل كومنت، شوف شنو باش يصير، تاك عمل ردود وضافها بالوقت والفيديو مازالت موجوده. قبل كي كنا نخدمو بيور، بعد ما تضيف الكومنت يعمل هكا ردود البيج الكل باش نجم تظهر الكومنت هذيك، توا لا في الوقت الحالي لا. باهي نقوم بحذف الكومنت هذيا خاطر واضح، هذا هو اللي حبيت نفسره. كان الاجاكس خدمته هذه انه يعمل ريكويست مع السيرفر، يبعث ريكويست للسيرفر والسيرفر يرجع لي بريسبونس وتتحرك الصفحه الوقت ذاك، يعني تضيف كومنت ولا تضيف كورس جديد من غير ما تعمل ردود للبيج، يعني الصفحه تشوف فيها قدامك كيفاش تتحرك كما الفيسبوك توا بالضبط، تبدا قاعد في الفيسبوك تشتغل بيه وتجيك نوتيفيكيشن وتجيك انفيتاسيون من عند شكون ويجيك مسج من عند شكون من غير ما تعمل ردود للبيج، حتى وانت فتح الفيسبوك على براوزر، يعني مش بالضروره فتح الفيسبوك في الابليكاسيون موبيل نتاعو، واضح؟ لكن لقات لعبات صعوبه كبيره برشا انها باش تتعلم لاجاكس. قال لك اذا باش نقعد نبني في الموقع نتاعي انا مثلا باش نضيف كومنت هكا في اعجبني فيديو ولا حاجه، باش نضيف كومنت مثلا، باش كي نحب ما نحبوش يعمل لي ردود البيج، نحب يضيف كومنت من غير ما يعمل ردود البيج، قال لك لازمك تدخل لاجاكس على كل، معناها على كل حاجه باش يكون فيها ريكويست وريسبونس لازمك تدخل لاجاكس، يعني باش تاخذ لك برشا وقت. جاء الانجولر والفيو جي اس والرياكت جي اس باش يحلوا لنا المشاكل هذه كل، المشاكل نتاع السرعه في تحميل الصفحه، حكايه الاس بي اي هذه انك تتعامل مع الموقع نتاعك من غير ما يعمل ردود البيج، تشوفه قدامك ريال تايم هكا يشتغل وكل شيء، اي تعديل في الصفحه تشوفه قدامك كيفاش يتحرك، تشوف الصفحه نتاعك قدام تتحرك، مثلا عندك بطن من هنا نتاع انكريمنت تبدا تكليكي على البطن هذاك نتاع انكريمنت تشوف النمبر قدامك قاعد يتحرك من غير ما تعمل ردود البيج، هذا كليك جاء حطوه
في الفريم ورك اللي كيما انجولار وكيما فيو جي اس وكيما رياكت جي اس، باش يفضوا ينقصوا علينا مشكله انه احنا ما نجموش نتعلموا لاجاكس. هو لاجاكس مش معناها حاجه صعيبه، راه سهل على الاخر لاجاكس، لكن ياخد لك وقت برشا انك باش تشتغل اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت وتزيد داخل لاجاكس، باش ياخد لك برشا وقت ولازمك تتعلم لاجاكس. والاجاكس ماهيش مكتبه صغيره، مكتبه كبيره برشا، وكما قلت لاجاكس اللي اسينكرونايز جافا سكريبت اند اكس ام ال، نجموا تدخلوا تتعلموا اكثر. جاو لموا هذا الكوليكا في فريم ورك، لموا هذا الكوليكا في فريم ورك باش ينجم يفوض يحل لنا المشاكل هذه الكوليكا ويخلينا نخدمه عادي ويسهل علينا الخدمه كله، وحتى الموقع نتاعنا يتبنى بسرعه معناها واضح. حتى كيف كيف زاد فما مشكل اخرى تنجم تعرضك، انه مثلا انت الموقع نتاعك اشتغلت بكود معين، مثلا فما فانكشن معينه اشتغلت ما نعرفش انا كان قريت الجوريثم افونسي ولا حتى كان ما قريتش، مش مشكل. مثلا فما فانكشن معينه تاخد مثلا 3 سكند مثلا باش تشتغل، اوكي، بينما انا نجم نخدمها الفانكشن هذيك تاخد مثلا سكند واحده كهو، واضح. كيف كيف الانجولار لهنا جا نقص عليك الحكايه هذه كل، قال لك اللي باش تكتب بيه قبل تكتب الجافا سكريبت بيور وحدك وكل شيء، انا كي تشتغل بي انا معناها الانجولار وكل شيء تشتغل بي انا، نجي نضغط الملفات الكل، نخلي حتى قوه التحميل نتاع الصفحه اسرع من انك تشتغل بالجافا سكريبت بيور، واضح. يعني كي تشتغل بالانجولار سرعه التحميل نتاع الصفحه تكون اسرع من انك تشتغل بالجافا سكريبت بيور، اوكي، خاطر هو بعد ما تكمل تبني الموقع نتاعك بالانجولار يشد لك الملفات نتاع الجافا سكريبت والاتش تي ام ال والسي اس اس ويضغطها الكل في بعضها، يعمل لها ضغط كيما هكا يصغر حتى في الحجم نتاعها، تولي حتى نسبة التحميل نتاعها سرعة التحميل نتاعها اسرع من انك تشتغل بيور. كلمة بيور معناها انك كما قلت نحكيكم الطريقة اللي كنا نشتغلوا بها قبل، اللي هي اتش تي ام ال وحده وسي اس اس وحده وجافا سكريبت وحده وكل فايلز وحدهم وتقعد تعاود في برشا كود وكل شيء به. وهذا علاش جا الانجولار والفيو جي اس والرياكت جي اس وغيره من الفريم ورك باش يفضلنا المشاكل هذه الكل. به علاش الانجولار؟ خليني نوريكم الصوره دي. داتا بايندينج فاستست فلود اللي كنت نحكيكم فيها تو، انه كيفاش تتعامل مع الداتا، الداتا كيفاش تتعامل، الداتا كيفاش تتغير. مثلا كيف ما نجمش ندخل نتعمق معاكم في الداتا بايندينج تو، خليها من بعد، انه كيفاش نجم تعمل تواصل ما بين الكومبوننتس، اوكي، بداتا معينه، اوكي، كيفاش يتعاملوا الكومبورت ما بين بعضهم. فاستست لود كيفاش تعمل السرعه، كيف كيف سرعه الصفحه انها تتحمل اسرع من انك تشتغل بالاتش تي ام ال والسي اس اس والجافا سكريبت الطريقه التقليديه البيور اللي كنت نحكي عليها. الانجولار اسرع برشا من هكاك. وان بيج ابلكيشن اللي هي سنجل بيج ابلكيشن، اللي هو الانجولار يقول لك اس بي ايش معناها اس بي اي، اللي هي سنجل بيج ابلكيشن ولا وان بيج ابلكيشن، او حتى كان جيت تكتب في جوجل اس بي اي سنجل بيج ابلكيشن اللي كنت نحكيكم فيها. ما نعرفش كان عندي موقع انا لهنا مصنوع بالانجولر، خليني نوريكم مثلا وينو بابا تيم هذا، شوف مع بعضنا اصدقاء، شوف ليتل نيف بار اللي قدامنا هذا، المنيو هذا اللي قدامنا، وشوفوا الكونتنت هذا كل كونتنت، باش نعمل بورتفوليو. شوف نكليك بورتفوليو شنو يصير، ونكليك كونتاكت، شوفوا النيف بار هذا فيكسد، وركزوا حتى في اللينك من فوق بورتفوليو هوم، شوف حتى اللينك من فوق ما يتحركش، ريتو كيف فيكسد بورتفوليو كونتاكت عادي، ومن غير ما تتحرك الصفحة من فوق، ريتوها أن يعني تتحرك ما بين الصفحات ومن غير ما تتحرك. كيف كيف بالنسبة للفوتر، حتى الفوتر هذا طبعا خاطر الفوتر هذا ما نجمش نشوفه، خاطر لازم نهبط في آخر الصفحة باش نوريكم الفوتر اللي هو فيكست، والمنيو جاي من فوق هيك، علاش ما نجمور هيك، لكن أقعد تشوف في النيف بار من فوق، شوف نتحرك ما بين الصفحات من غير ما نعمل ردود للبيج، واضح. هذه هي الصورة اللي كنت مفسر لكم فيها توا، اللي هي وان بيج ابليكيشن، انه تنجم الصفحة تتفاعل مع الصفحة من غير ما تعمل رود للبيج. فليكسيبل ديفلوبمنت، انه كيف الصفحة تكون مرنة، الصفحة نتاعك تكون مرنة تنجم تتعامل معاها وكل شيء. تو نشوفوها هذا كوليك في الدورة نتاعنا. ماكسيموم يوزرز اللي هو تنجم الموقع نتاعك يستعملوه اكثر من يوزر، معناها تنجم تكون عامل مثلا واحدة الموقع نتاعك يكون مشغول اليوزرز للفيزيتور، مشغول اليوزرز للزوار، مشغول للمانجر، مشغول للادمن، مشغول معناها تنجم تقسم الموقع نتاعك يشتغلوا عليه اكثر من واحد، يعني مش بالضروره الفيزيتور والادمن كهو، تنجم تقسمه هذا كليك، معناها يكون عندك مانجر، عندك ادمن، عندك اديتور، عندك اليوزرز العاديين، هذا كليك تنجم تقسم الموقع نتاعك وكل واحد عنده تمبلت وعنده راوت خاص به. سبيد اند بيرفورمانس كيف كيف قلنا اللي هو السرعه نتاعو اسرع برشا، تشوفوا حتى قدامكم الموقع هذا
قمت بغلقه انا الموقع ده، راه مصنوع بالانجولار. وينو بابا تيم، كما تشوفوا السرعه نتاعو، شوف حتى سرعه التحميل نتاعو اسرع برشا. شوف قدامكم كيفاش نتحرك ما بين الصفحات، شوفوا قدامكم هاوك اسرع برشا. سامبل اكسبريسيف اللي هو كما قلت سهل التعامل معاه برشا، ومعناه ما تاخذش برشا وقت، الكود نتاعك منظم ونظيف وسهل في التعامل معاه. كروس بلاتفورم طبعا اللي هو كروس بلاتفورم، كروس بلاتفورم يعني هي اصلا الكلمه ديك زايده انه يكتبوها لهنا، خاطر طبعا احنا مادام نشتغلوا جافا سكريبت باش يكون كروس بلاتفورم. حتى كان ما تعرفش كلمه كروس بلاتفورم مش معناها، كي نقول لك واحد لو عندي كروس بلاتفورم مثلا، انا صنعت كروس بلاتفورم يعني برنامج مثلا يشتغل على جميع انواع انظمه التشغيل، يعني يشتغل على الويندوز على اليونكس على الماك واللي هو واضح. طبعا المواقع اللي كيما هكا باش تصنعها الانجولر وكل شيء طبعا باش تكون تشتغل على جميع انواع انظمه التشغيل، يعني باش تشتغل على لينكس على الماك على الموبايل على الاندرويد على الاي او اس، باش تشتغل على الويندوز، باش تشتغل على جميع انواع التشغيل. زايده منها الكلمه دي انهم يكتبوها سمبليفايد ام في سي باترن، انه كيفاش تقص باترن، انه كيفاش تقسم الموقع نتاعك موديل فيو كنترول. وتو نتعمقوا فيها اكثر بعديك في الدوره متاعنا، تو تفهموش معناها ام في سي حتى كان انت ما تعرفش معناها ام في سي، فقط اختصار لكلمه ام في سي اللي هي موديل فيو كنترول، انه الموقع متاعنا كيفاش نقسموه موديلز وفيو وكنترول. الموديلز هم الملفات اللي باش يتعاملوا مع قواعد البيانات، والفيو هم الملفات نتاع الاتش تي ام ال اللي نشوفوهم قدامنا اللي هم ملفات الاتش تي ام ال والسي اس اس، وتنجم تكون حتى جافا سكريبت تكون انكلودد معناها انتجريتد من برا. والكنترولر هو الوسيط ما بين الفيو والموديل، هو اللي عمل لنا ربط ما بين الفيو والموديل. تنجم حتى تكتب في جوجل هنا ام في سي تو تفهم الشرح متاعها بالبي ام في سي. هايك نشوفكم صورة واضحة. باهي الصورة، ما هو الصورة هذه كما تشوفوا قدامكم، باهي هذه بالفرنسي، كلهم بالفرنسي. او كيف الصورة ذي، عندنا موديل وفيو وكنترولر وعندنا يوزر. الفيو كما قلت لك الصفحة حتى ال HTML وال CSS وال JavaScript كانت تكون انتجريتد من برا، هذاكم كلك يتحطوا في الفيو، نعمل فولدر اسمه فيو. الموديل انه الموديل هو اي حاجة باش تتعامل مع قواعد البيانات وكل شيء نحطوها في الموديل الغاديكا، الفانكشن اللي باش تتعامل مع قواعد البيانات. والكنترولر هو باش يكون الوسيط ما بين الفيو والموديل، باش يكون وسيط ما بين الفيو والموديل. اليوزرز طبعا باش يتواصل مع الفيو، باش يتعاون مع الفيو انه باش يشوف الصفحات هذيك بتاع الاتش تي ام ال كما تشوف قدامنا احنا تو قاعدين نشوفه في الصفحات بتاع الاتش تي ام ال. واذا هو باش يعمل حاجه معينه مثلا، باش يعمل اكشن معين مثلا، الفورم هذا باش يعمل له اكشن معينه، انه باش يبعث، باش يحب يعمل كونتاكت للفورم هذا، باش يبعث كونتاكت في الفورم هذا، شنو باش تعمل؟ باش يبعث كونتاكت للكنترول، الكنترول باش يبعث للموديل، الموديل يضيف في القواعد البيانات الكونتاكت هذا اللي باش تعمل لهنا وكليك، وبعدك يرجع لك في الفيو، يرجع لك ابديتس، يرجع لك في الفيو لهنا، يقول لك مسج مثلا لهنا، يقول لك راهو يور مسج سنت مثلا تو ادمن ولا اي حاجه، يطلع لك مسج كيما هاك. واضح، هذه هي ام في سي. طبعا نجمو نشتغلوا ام في سي ولا نجمو نشتغلوا من غير ام في سي، يعني مش بالضروره لازم ام في سي، فقط هو قال لك اللي هو الانجل يدعم خاصيه الام في سي، انك تنجم تقسم المشروع نتاعك موديل فيو كنترولر. اوكي باه، كيما تشوفوا الفيديو هذا خصصته فقط باش نحب نحكي على الانجولر. باه معلومه اخرى، شنو تستحق انك باش تتعلم الانجولر؟ تستحق ال HTML وال CSS وال JavaScript. هو اول حاجه الانجولر، اول ما اخترعوا الانجولر كان اسمه انجولر جي اس، الاول فيرجن اخترعوها في الانجولر كانت اسمها انجولر جي اس، لكن من الفيرجن الثانيه ولت اسمها انجولر، من الفيرجن الثانيه ولت انجولر 2، وبعديك هو اللي يسموا انجولر، ما نعرفش ما فماش انجولر 3 على ما يبدو لان منجزوا طول الاربعه، وفما انجولر 5 وبعديك عملوا انجولر 7، 7 وبعديك 8 وبعد 9 وتوا 10 و11 وعملوا توا 12، توا وصلنا للنسخه 12. اول فيرجن كانوا مسمينها انجولر جي اس، اول فيرجن دي كانت تشتغل بالجافا سكريبت، انك باش تكتب كود جافا سكريبت، لكن من النسخه الثانيه هذه غيروا طريقة الكتابة متاعها، الكود اللي باش نكتبو بيه الداخلي هو تايب سكريبت.
اكيد انت ما دامك تسمع فيه توا وشاهد فيه، قل يقول قائل يعني انا لازم نتعلم تايب سكريبت، لا ما تستحقش انك مش تتعلم تايب سكريبت، لان تايب سكريبت ما تختلفش على جافا سكريبت، نفسها هي بيدا، فقط اختلاف بسيط في بعض الاشياء. وتو كامل نتعلمه في وسط الانجولر، اي حاجه تكون مثلا مختلفه على جافا سكريبت تو نوريها لكم ونقول لكم شنو هي معناها كيفاش طريقه الكتابه، خاطر فقط فما اختلاف في السنتاكس وكيفاش تتعامل مع الاو اي بي والانترفيس، وهذا كله تو نتعلموه في الدوره نتاعنا، وضافوا حكايه الانترفيس في التايب سكريبت. لكن بعديك اي براوزر في العالم، سواء كان جوجل كروم ولا موزيلا فايرفوكس ولا اوبرا ولا ايدج ولا اللي هو اي، ولا سفاري ولا اللي هو، راهو ما يفهمش تايب سكريبت. انت احنا في الانجولر بيجي نشتغلوا بالانجولر باش نكتبوا تايب سكريبت، باش نكتبوا تايب سكريبت. لكن بعديك نجيو نعملوا بيلد المشروع نتاعنا، خاطر طبعا احنا توا كي نشتغلوا على المشروع نتاعنا بالانجولر باش نكونوا في المود ديفلوبمنت، لكن نجي نعملوا بيلد المشروع نتاعنا انه باش يولي في المود برودكشن، انه باش يتغير يولي في المود برودكشن. كي باش يولي في المود برودكشن بالوقت باش يترجم للجافا سكريبت. علاش باش يترجم للجافا سكريبت؟ احنا مش نحن نترجموه، هو يترجم وحده يعني اوتوماتيك، معناها فما فقط نكتبوا امر معين اللي هو ان جي بيلد في السي ام دي نتاعنا، بالوقت يترجم الجافا سكريبت. علاه؟ لانه البراوزر ما يفهمش التايب سكريبت، البراوزر نتاعنا ما يفهم كان اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. واضح؟ يعني احنا باش نكتبوا الكود نتاعنا اتش تي ام ال وسي اس اس وتايب سكريبت، لكن بعديك الترجمه نتاعه باش يشتغل على البراوزر باش يكون اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت. واضح؟ هذا كل باش يتحول كله لجافا سكريبت، اللي نكتبوه تايب سكريبت باش تحول لجافا سكريبت باش ينجم البراوزر يفهمه. البراوزر يعني نقصد البراوزر نتاعك، هذا جوجل كروم ولا اللي هو، خاطر ما دام مش نملو ويب ابليكيشن وكل شيء طبعا باش تشتغل على البراوزر. واضح اصدقائي؟ باهي كيف كيف. زاد شنو اخر قدر وقت توا 14 20 دقيقة. باهي معلومات اخرى، الموقع الرسمي بتاع الانجولر كما تشوفوا قدامكم هذا هو موقع الرسمي بتاعها اللي هو angular.io. الفيديو هذا تحب نقوم ونعمل انستال الانجولر؟ لا، خلي الفيديو القادم، فقط هذا انتروداكشن على الانجولر، حبينا نفهم الانجولر شنو هو، شنو مشعول، علاش جا الانجولر، وشنو المشاكل اللي كنا نتعرضوا لها قبل اللي خلتنا ان نمشي ونتعلموا الانجولر. ونت فيديو القادم نتقابلوا باش نشوفوا كيفاش باش نقوم بتنصيب الانجولر في الجهاز نتاعنا ونبدأ نشتغلوا مع بعضنا. يلا الى اللقاء، نتقابلوا الفيديو القادم اصدقائي.